اول شيء العلاقات بين الرياض وواشنطن هي يعني ما هي, ما هي يعني كويسه يعني في 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 توتر في العلاقه خاصه مع الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن فمعامله معامله الرئيس بايدن للسعوديه الكلام اللي قاله الطريقه اللي اللي بيتكلم فيها عن السعوديه وحتى سياساته تجاه السعوديه وهي انه طلب من السعوديه انه انه الانتاج النفطي يزيد عندما يريد ان يخف يخفض من سعره اما لضرب ومحاربه روسيا او لتحسين الوضع الاقتصادي في امريكا لكي يفوز في الانتخابات في امريكا يعني علاقته بالسعوديه ما هي علاقه ما هي علاقه نديه ما هي علاقه بل هي علاقة فيها نوع من الاستعلاء فيها نوع من تجاه تجاه المملكه و فالمم... وبالإضافة إلى ذلك إن كان بايدن أو قبله ترامب يعني علاقتهم بالسعودية تجاه أمن الأمن القومي السعودي ما هو, ما هو يعني ما في ضمانات عندما ضربت إيران مثلا في سبتمبر 2019 المنشآت النفطية في السعودية لم يأتي ترامب ويدافع عن لم يفعل السعودية شيء لم يدافع صحيح. عن السعودية نفس الشيء يعني اي أيوة ونفس الشيء مع بايدن يعني ما في الضمانات فمن من ال... من الواقعي ومن يعني المنطقي انه السعوديه عندما تواجه او او تواجه حاله إنه, انه الحليف الامريكي لم ياتي ولم يدافع وكذا انه يوسع علاقاته استراتيجيه مع دول اخرى منها الصين منها بريطانيا منها فرنسا منها روسيا